من زعيم عربي إلى شعبه. اسمح لي أيها الشعب الطيب، وأنت الذي تعتبرني متخلفا وجبانا، ألست أنت أيضا جبانا؟ ألستم كلكم جبناء؟ فكما أنتم حائرون أمام هذا التخلف الرسمي العربي المزمن، أنا أيضا حائر أمام هذا الجبن الشعبي المترسخ فيكم. إذا رأيتموني خاضعا لأمريكا فلأنها صنعتني، لكن أنت أيها الشعب لماذا تقف تنحني ترتعش جبانا أمام سيادتي كل يوم؟ ما الذي يدفعك إلى الانبطاح في حضرتي والتهليل باسم فخامتي صبح مساء؟ ما الذي أفقدك القدرة على الاعتراض، حتى لا أقول المعارضة؟ أنت لم تخترني حاكما ولا تملك القدرة على فعل ذلك، وأنا لا أستشيرك في قرارات تهم حياتك اليومية، ولا تملك الجرأة لتطالب بذلك. فما الذي يمنعك من الثورة في وجهي؟ أهنتك لعقود طويلة، أذللتك لسنوات، وأنت كما أنت لم تتغير، ما زلت ترتل في المدائح العصماء وتناديني بأسمائي الحسنى. استوليت أنا وأسرتي على خيرات أرضك ومقدرات أمتك، وعشنا بها أغنياء حتى التخمة، وأنت الفقير الجائع المريض المتخلف أبدا. لم تستطع أن تقول كفى، رأيتني أدوس قيمك وهويتك وكرامتك ولم تهمس في وجهي. هل تملك القدرة على أن تصرخ بالألم كلما غرست سيفي في قلبك أكثر فأكثر؟ أتحداك، لن تستطيع أيها الشعب، أنت جبان.